بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا في الفيديو اللي فات عند النقطة دي، لكن بس في حاجة بس عايز أعقب عليها أو أقولها. بيقول لي draw representation، اللي هو معنى representation اللي هو يمثل شيء أو تمثيل. يعني أنا لما عملت تمثيل عملته هنا كله اللي هو الأريز، اللي هو بالصفوف أو المصفوفات. طيب لو قال لي اعمله بالجروبز، لو انا عايز اعمله بالنظام المجموعات هعمله ازاي؟ يعني لو انا عايز اعمل اي مسألة من دول بنظام المجموعات اعملها بطريقة ازاي؟ عندي مثلا ناخد واحدة رقم 2 مثلا، احنا قلنا طلعت في الشكل اللي فات اللي هي دي طلعت بالشكل ده، اللي هم 3 في 8 باي 24، اللي هو الشكل ده 3 في 3 3 صفوف اللي هو arrays في 8 بيدينا 24. لو انا حبيت اعملها في مجموعات بعملها ازاي؟ بقوم راسم 8 دوائر او 8 مجموعات، ماشي؟ عندي هنا او هنا عندي 3، يا اما ارسم 8 مجموعات او ارسم 3 واحط في كل واحد من دول 8. برسم 3 وبحط من كل واحد من دول 8، 1 2 3 لغاية ما اوصل لرقم 24. يعني كده 3 4 5 6، طبعا هكمل لغاية ما هملى كل واحدة من دول 8. يبقى 3 ضرب 8 في 24، يبقى في النهاية هيكون كل دايرة من دول فيها 8. طيب ندخل على الفيديو اللي بعده المطلوب، اللي هو الصفحة رقم 3. الصفحة رقم 3، الصفحة رقم 3 بقول لي هنا فيها draw representation. draw a representation يعني ارسم تمثيل، and write an equation اكتب كمان المعادلة، and find the unknown. طيب هنا جايبها لي زي نظام مسائل كلمية او نظام تكست نص. بقول لي جيرج، او جيرج ده اسم شخص يعني، has 32 plates، عنده 32 طبق. he wants to place an equal number، عايز يضع اعداد متساوية، equal numbers of plates، أعداد متساوية من الأطباق، at 4 tables، على 4 ترابيزات. يعني عنده 32 طبق وأربع ترابيزات، المفروض هيحط على كل ترابيزة كم طبق؟ هو طبعا المفروض هنا بقسم ال 32 على 4 هتساوي 8. how many plates يعني كم عدد الأطباق should be placed in each table، كم عدد الأطباق اللي المفروض يتم وضعها على كل طاولة. بقول لي write an equation يعني اكتب معادلة. لما هاجي اكتب معادلة بكتب 32 اللي هو عدد الأطباق الإجمالي مقسوم على 4، divided by اللي هو مقسوم على 4 اللي هو هيساوي 8. وارسم تمثيل لكده، انني باجي برسم 8 مجموعات وكل مجموعة فيها 4 عشان يبقى الناتج 38. يعني باجي هنا برسم 8 مجموعات وكل مجموعة فيها 4. يعني لو انا رسمت 8 مجموعات وحطيت في كل واحد من الدوائر دول 4 هلاقي الناتج الإجمالي 32. طبعا بسرعة اهوت 4، لو جيت أعدهم هلاقي الإجمالي 32، لأن 32 تقسيم 8 هيساوي 4. يبقى ده كده التمثيل اللي هو what is draw a representation اللي هو تمثيل. ده التمثيل بتاعهم اللي هم 8 دوائر وكل دايرة فيها 4، وادي الإكويشن اللي هي 32 تقسيم 4 يساوي 8. يبقى دي حل أول مسألة. طيب المسألة التانية بقول لي كريس has 30 اونس اوف ووتر، عنده 30 وقية من المية. ولنفرض هي كلمة اونس او الجمع بتاعها اونسز اللي هي اوقيات من المية، نفترض اللي هي كوبايات مية. يعني عندي نفترض عنده 30 كوباية مية، that he wants to divide equally، عايز يقسمهم بالتساوي to in 5 plates، في in 5 plants على 5 نباتات، عايز يوزع المية ديت على 5 نباتات. How much water does each plant get؟ يعني قد ايه حجم المية اللي كل نبات هياخده؟ هو عنده 30، ولنفرض عنده 30 كوباية مية، اونص اللي هي اوقية، او قول نفترضها كوباية مية، عنده 30 كوباية مية عايز يوزعهم على 5 نباتات، كل نبات المفروض هياخد كام؟
يعني اول حاجه نكتب الايكويشن اللي هي هتكون 30 اللي هو العدد الاجمالي. دايما باخد العدد الاجمالي، عندي 30 بقسم على عندي كام نبات، عندي 5 بلانتس، يبقى تقسيم 5 ايكوال تو 6 بلانتس. طيب بوزعها ازاي؟ برسم 6 6 دوائر، وكل واحد فيه كام؟ 5. ماشي، لاني عندي 5 نباتات قسمتهم على 5 نباتات كل، او ارسم العكس، ارسم 5 واحط في كل واحد من دول 6، واحط في كل واحد من دول 6، هيطلع الناتج 30، لان 30 تقسيم 5 هيساوي 6، يعني كل واحد من دول هياخد 6 كوبايات ميه او 6 اقويات ميه 6. تمام، ويبقى كده حل المسألة التانية. نقف في الفيديو ده عند المسألة رقم 6، وناخد الباقي في الفيديو اللي جاي إن شاء الله.